بون. تفضل ابراهيم. يلا على بركه الله. ايش؟ ايش بتسوي؟ نمشي؟ غريبة والله. لا يمكن بس في خلل في المنجم. تدري هذه صارت مرة واحدة في المنجم؟ صارت مرة واحدة في المنجم إبراهيم. يوم جبت لك ذاك اللي كنت بلعب عليك أقول لك هذا جني وكذا. أيوه. سوينا حركة ذي. يعني دحين في جني صدق. ما أدري. خلنا نكمل بس خلنا نكمل. طيب. طيب. الظاهر انتم والله ابو كشاف. ابو كشاف؟ اي ابو كشاف. هلا والله ابو كشاف. هلا وغلا ابو كشاف. اهلا يا حبايبي. اهلا اهلا. هلا والله. هلا وسهلا. هلا فيك. ما شاء الله تبار. وش رايكم بعد اجيب لكم تمييز وبسكوت؟ ما شاء الله برات شاهي وكراسي وحركات وطاولات. يا سلام. يعني انا اغيب الفتره هذه وارجع المنجب بهذا المنظر؟ انا رجال مشغول، عندي اعمال، عندي بزنس، عندي سفرات. يعني انا ما فاضي لكم. انا هذا عبد الرحمن، هذا اللي وين هذا عبد الرحمن؟ يعني صح عبد الرحمن وينه؟ وينه وينه عنكم وينه؟ يعني انا الحين افضل سفرياتي ولا افضلكم؟ ابو كشاف انا عندي سؤال اتمنى اسالك اياه من زمان. تفضل. انت ليش لا دخلت كذا لازم اضاءه وما اضاءه وكذا ودخله وشو؟ هذا قضب قضب. هذه يسموها يا حبيبي قوة الشخصية. والله شخصية. انت شفت الحين كيف انا صرت تاجر وبزنس ورجل اعمال ورجل اعمال؟ نعم. هذه كلها قوة شخصية. هذا بفضل الله عز وجل. ثم هذا العقل اصبحوا عندي مناجب. الله. نعم نعم. مو بزيكم. نعم. فشلة. احنا فشلة. اي فشلة. فشل. انا اليوم قلت دامني جاي من جنوب افريقيا كان عندي اتفاقية على منجم جديد. كيف دخلتوا؟ سبع مناجم. كيف دخلتوا الدنيا مقفلة؟ ها؟ ها؟ لا. سؤال وجيه من موظف فاشل. نعم. أقول لك كيف؟ نعم. أنا جيت قبل أسبوع. عين. وكنت في الحظر. في الحجر. مو في الحظر. الحظر والحجر سوا صح؟ إيه. اضحك اضحك. عجبتك هذه؟ اضحك اضحك. أص ولا كلمة. المهم انا كنت ايه صح خاطف في الكشاف عشان ما يصرف كهرب واحنا نحب نختصر في الكهرب. المهم انا انتم متفاجئين اني انا جيت اليوم صح؟ نعم صحيح. طبيت عليكم والله فجأة. ما كنا متوقعين ابدا. هذا هو الشغل. هذا هو يوم تحرص على اموالك. مو بيلا ادق عليكم اقول لكم انا جاي. لا اطب عليكم. كفو. وياريتني ما طبيت. ليش؟ وياريتني ما شفت. وياريتني وياريتني ما جيت والله. ايش هذا؟ الحين زعلان انت ولا سامري ذا؟ زعلان ولا ها؟ زعلان ولا سامري ذا؟ هذا جهد. هذا تعب. نعم. هذا تعب سنين. قهر. ايش هذا؟ صب صب شاي بعد ها؟ شاي شاي. ما شاء الله. ابو كشاف. وطاولات. ابو كشاف الحين بسالكم سؤال. ها تفضل. انتم جايين تشتغلون ولا جايين تلعبون؟ تفضل. ولا جايين تشربون شاي؟ جايين تشربون. ولا جايين تصرفون؟ لا ومسابقات وشيخ المندي وحركات. هاي يا نقيب. ها تعال خذ الشاي. ليش؟ هذا مكان العمل. احنا جايين نلعب. اي والله احنا جايين نعمل نشتغل. اشرب انت والله العظيم اعطيك كف. اي صحيح. نعم. ليه اصلا ليه يجيب شاي هنا؟ ابو كشاف ما يشرب شاي. صحيح. ايش يشرب؟ ابو كشاف يشرب كابتشينو. مين؟ كابتشينو.
كبشير. المهم اهم شيء لما تطلب يعطوك نفس الطلب. ايه نعم الحمد لله. خلونا في موضوعنا الحين. ما هذا صحيح صحيح. ليش انت تجيب كراسي وتجيب الشاي؟ ليش تجيب شاي وكراسي؟ صحيح صحيح. ليه تجيب الشاي والكراسي؟ مين اللي جاب الكراسي؟ مين اللي جاب الكراسي؟ مين؟ اي اسمع اسمع انت وياه. انا اللي بسأل مين اللي جاب الاشياء هذه؟ كراسي وطاولات وبراد شاهي لا وجلسة وتكية. وش رايكم بعد تقلبوها سردح مردح؟ تجيبون خيالكم وتجيبون العائلة وفلوها في ذا المنجب. ابو كشاف وين ابو كشاف؟ ابو كشاف وفاضيلكم. ابو كشاف وفاضيلكم عنده اعمال عنده عقود عنده سفريات عنده بزنس بز بز بزنس مو فاضي يتابعكم. طيب الحين نعلم من اللي جابه. من اللي جاب؟ نعلم من اللي جاب الكراسي و مين؟ الكرة. هذا واحد من اللي يشتغلون عندك. معاك. قول. اسمع شيء ثاني. انا الحين من يوم جبتكم من اول ما جبتكم تتذكرون؟ ايه تتذكرون صح ولا لا؟ تتذكرون. الحين علموني وش اشتغلتم؟ وش الانجازات اللي انجزتوها؟ 300 طن فحم. و45 كيس. 300 طن فحم. كم كم كم؟ 300 طن فحم. و45 كيس. أعطيني طينو. كم كم؟ 300 طن فحم. و45 كيس. شكله مستانس. شكله ما توقع. أي ما توقع. وفرحان. إي 300. وفرحان أنت وياه. الحمد لله. يا فاشلين. يا فشلة. أنتم قمة الفشلة. هذه الكمية اللي طلعتوها أطلعها في نص يوم. في نص يوم؟ إيه في عمال ثانيين عندي. كم عام؟ يطلعوها في عمال. نص يوم. كم عمال عدد؟ ولا جن؟ ها؟ عمال ولا جن؟ لا هذا لا هذا العمال بس هذا شخص واحد عامل. شخص واحد؟ نعم. يطلعها في خمس أيام؟ مو في خمس أيام. في نص يوم. في نص يوم. وأنت فرحان تقول لي كم جبت؟ كم جبت كم؟ كم جبت قل لي؟ 300 طن. اي وانت؟ 45 كيس. انت طنطينو. الحين بسألكم سؤال. طلعتوا ذهب؟ لا لا. الماس؟ لا لا. زمرد؟ لا. فيروز؟ لا. فضة؟ لا. زنك؟ لا. ياقوت؟ لا. الأنتين؟ لا. طب الحين ابغى اعرف كيف صلحتوا الفحم طيب؟ يا اخي طلعنا الفحم، الحين شتاء الناس يحتاجون فحم. فحم ايوه والله بيجيب لك ذهب ما بس ذهب الماس باتلين ما ادري وش بلاتين وكل هذا بيجيب. ايش فيك انت يا اخي؟ يا حبيبي اسمع اسمع انت يا انا من يوم اشتريت هذا المنجب قالوا لي في ذهب وانتم فشله ما قدرت تطلعوا لي الذهب طلعوا لي فحم. لا وفرحان كم؟ 300. اقول لا اسمع انتوا يا هلا اسمع تشوفون الباب؟ الباب يوسع جمل مو جبل. طيب لحظه لحظه جمل يا ابو كشاف سم. افرض ان اللي باعك من شريته من ابو شمعه ولا من منجم ذا افرض اللي باعك قال لك فيه ذهب وفيه الماس وفيه فضه وبلاتين ونحاس وزنك وهو ما فيه الا فحم ترى. بعدين اصلا ما فيه شيء، حنا اللي طلعنا حفرنا لين وصلنا للفحم. وترى اديك شيء ترى ازيدك من الشعر بيت ترى لولا الله ثم اثير. ايه ولا كان اشتغلنا اكثر. يا سلام. يعني يداتنا تحفرت في بدايه المنجم، بعدين جات المعدات الطيبه وحفرنا واشتغلنا. اسمع انتوا اياه. اسمع يا ايها الفاشلين. انتم فشله وتعلقوا فشلكم على الاخرين. نعم. انا بحكم خبرتي في عالم المياجب 500 سنه. ها 500 سنه ما شاء الله. جد عن اب جد 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 يا نعم. حبيبي ايه نعم جد انت عن سفن ابو كبير. انا عارف ان المنجب هذا فيه ذهب. يلا يلا يا حبيبي يلا اعطوني مقفواكم. يلا اشوف ظهرك انت يا وين نروح؟ يلا 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 انتوا يا اعطوني بقفاكم.
يلا الباب يوسع جمل يا ابو كشاف. انتوا يلا اعطوني ظهرك. احنا اتفقنا واحد يبقى. طيب شوف انت هدي. احنا ما في كابتشينو ولا كان شربنا كابتشينو، لكن اتفقنا احنا انه لازم واحد يبقى صح؟ نعم. اسال العالم. اسال صح صح. خلاص احنا نشارك الجمهور في الهاشتاج. ايوه. ونسال من الافضل. أيوة. ابراهيم ولا ايش اسمك انت؟ انت اسمك هاني. ابراهيم. إيه؟ انت اسمك هاني صح؟ إيه؟ من الحق؟ هاني من الاحق بالبقى. ولا ابراهيم؟ اي هاني. هاني طوني. ومقضيها العاب وفرحان ومبسوط واخر شيء 300 فحم ذهب. ذهب هذا المنجب. ذهب ذهب. ما في ذهب. فلوس. ما فيه الا فلوس. ما فيه الا في ذهب. ما فيه. مخك هذا حي يشتغل لانك فاشل. اي يشتغل بيكمل دراسه الله يجزاك. اكبر غلطه في تاريخ ابو كشاف اني خليتكم ذول الاثنين هنا في هذا المنجب. فشل انت فشل. فحم اي شيء. فحم فحم فحم. هذا لون فحم. طيب نبي ذهب. ذهب بس اسمع. لولا الفحم ده ما تراجعت البدله هذه ابو كشاف. خلاص انا قررت اخلي واحد فيكم. وش رايك يا ساره؟ ساره. ساره مين؟ ما ادري. الو ساره معك ابو كشاف. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك يا ابو كشاف يتحدث اليك. ما رايك بهذول الاثنين الفشله؟ ومين كان يشتغل بجد هاني ولا ابراهيم؟ كلهم والله ثاني. لا 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 لازم واحد بكل صراحه وبذمه. هذا ذمه. ايه منجب هذا. ايه هذا بترتب عليه مصير انسان. وهذا فلوس بزنس واموال ناس يعني. وانا استشيركم وانتم يعني بعد الله ثم انتم المحزب المليان. كلهم قاعدين يشتغلون. احنا قاعدين نشوفهم. لا 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 اعطيني اسم واحد. لا لا. لا لا اعطيني اسم واحد خليني عشان ما اظلم من الشخصين. ابراهيم. يلا اعطيك العافيه شكرا. ترى ابو كشاف هذه بتدخل معنا في السحب. سم تدخل معنا في السحب. مني هذه؟ ايه. قالت ابراهيم تدخل. اي متصل يدخل معنا في السحب يعني بتدخلها. اي متصل. طيب اضحك انبسط. يس شفت عشان تعرف ابو كشاف اني انا اللي تعبت وعرق جبيني. والله حظكم ذول الكنوز الذهب الجمهور ولا انتم فشله. طيب شلون تبينا نطلع ذهب وعندنا كنوز ذهب يا اخي؟ ذهب انا ذهب حقيقي. نعم. الو السلام عليكم. الو السلام. اماني عاد انت اماني وكلك اماني صح ولا لا؟ اماني وكلك اماني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اماني عاد انت اماني وامانه تقولين الصدق. مين كان يعمل كثيرا في هذا المنجم صراحه؟ والله كلهم. لا عاد لا تجيب كلنا ما كلنا. لا انا هو واحد. يلا بس بصراحه بذمه يعني انت اماني لازم تكون عندك امانه. نعم كلهم كلهم. لا لا نبغى واحد واحد. انا المنجم عندي اختار واحد بس يا اخي. يعني هاني. يعني لو تبغين اثنين بشيلهم الاثنين. هاني. يس. يا سلام يعطيك العافيه. شكرا لك. يس. لا يس. يس يس. فرحين فحم ده. ما تبينا نفرح حتى. طلعنا فاصل طلعنا فاصل خلينا نشوف موضوع الفحم هذا. صدقني المنجم على المنجم وسع المجلس على المنجم على